ليس التوغل البري في لبنان بل خطة محددة طويلة الأمد. نتحدث عن الاستراتيجية الإسرائيلية لتدمير حزب الله. تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أكد أن القادة الحكوميين والعسكريين في إسرائيل حذرون من التورط في لبنان دفعة واحدة، وأنه لا إرادة لديهم لبقاء قواتهم هناك لأسباب تتعلق بالتكلفة الباهظة لذلك بشريا وماديا وعسكريا. لكن ما هو سبيل إسرائيل لتحقيق هدفها المعلن وهو القضاء على حزب الله؟ الصحيفة قالت إنه بعد توجيه إسرائيل عدة ضربات موجعة وغير مسبوقة أيضا لحزب الله، ستواصل في نفس النهج المتمثل بالعمل على شل قدرات الحزب العسكري واغتيال أبرز قياداته وعناصره عن طريق شن الضربات النوعية المحدودة والمكثفة أيضا. تلك الضربات بحسب الصحيفة ستستهدف مخازن الأسلحة ومنصات الصواريخ، بالإضافة إلى أماكن تمركز عناصر الحزب ومخابئ قياداته، ما يؤدي إلى إضعاف قدرات حزب الله بشكل مؤثر، ويضمن أيضا عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال.